إلى الأبد. فاكرة يا منى خط مين الوحش ده؟ مش فاكرة، فكرني. خط منى الصغننة أم ضفاير اللي كانت بتستناني كل يوم الصبح عشان نروح المدرسة سوا، ونخرج من المدرسة جار نيجي علينا نلعب استغماية ونمن بيوت من الرب لوحدنا وبعيد عن الناس. لكن برضو عم نجيب نظر المحبة قفشني وانا ببوس ايدك. يومها شخط فيك حتة الدين شخطة. قال لي يا ولد يا ملعب انا هقول لامك. الراجل ده دمه خفيف بشكل. مسكين عاش طول عمره راهق بعد ما ماتت حبيبته، عشان كده دايما يبارك حبنا. كانت ايام حلوة يا ريتها دامت، لكن حضرتك بقى سبتني وسافرت على مصر غصب عني. قلت لهم انقلوا المهندس خانة هنا، مرضيوش. دمهم تقيل، حكموا علينا نشوف بعضنا كل سنة مرة. مين قال كده؟ أمال مين اللي دايما معايا في مصر؟ جوه هنا مين اللي دايما بصحى على صوتها كل يوم الصبح وأسهر الليل وهي جنبي تذاكر معايا وتشجعني؟ مين اللي بتخليني أعد السنة بالأيام والساعات لحد ما تيجي الأجازة واستلف أجرة القطر وجيلها جري على مرسى مطروح، وتقعد أسبوع عشر أيام وتسيبها وتسافر تاني؟ خلاص يا منى هانت كلها 7-18 وتاخد الدبلوم وتطلع من الأوائل ضروري، وتيجي جري أخطفك قبل قبل إيه؟ قبل ما العزول ياخدك مني. مين؟ محمد نجوم السماء أقرب له. ما أنا عارف. ولما أنت عارف خايف ليه؟ خايف من أبوكي. بابا مش ممكن يرجع في كلمته. بس محمد أصله غني ومتيسر. ولو ما أنت كمان هتبقى مهندس قد الدنيا. وأنت هتبقي إيه؟ هفضل زي ما انا حته مدرسه في ابتدائي على قدها. لا ده انت هتترقي عن كده بكتير. يعني هبقى ايه؟ هتبقي مراتي. احمد يا روح احمد. هتسافر بكره؟ لكن صورتك مش هتفرق. هتوحشني. ده اخر فراق بينا احمد. أحسن حد يشوفنا. بابا أنا أصلي اتأخرت عليه. قعدت قلبي حرام عليك. منى أهلا أهلا. مساء الخير. مساء النور. اتأخرت ليه يا بنتي؟ أصل كان عندي شغل يا بابا. محمد أفندي عاوز يشرب قهوة مظبوط من إيديك الحلوين. حاضر. سعيدة يا كريم. مش معقول تبقي جاية من عند أحمد ومتنرفزة بالشكل ده؟ ما هو من بوز الإخت ده اللي لازق لنا ليل نهار. مين؟ محمد؟ إيش حاسبك منه؟ له مصالح عند أبوكي عايز يمشي حاله. احكي لي بقى عملت إيه بقى مع أحمد؟ أحمد؟ أحمد هيسافر ياخد الدبلوم ويجي هنا ياخدنا. ألف مبروك ألف مبروك يا حبيبتي. يا سلام يا سلام لو ربنا يحقق اللي بتمناه وإحنا الاتنين نتجوز في يوم واحد، أنت وأحمد وأنا وعبد الخالق. يا ريت. ما تتجدعن بقى يا أحمد. وبهذا نكون قد استكملنا الحديث عن محركات البخار، وفي المحاضرة الجاية هنبتدي التطبيق العملي. لو تسمح يا دكتور. ايوه يا باشمهندس. كنت عايز اناقش نقطة صغيرة في محاضرة النهاردة. هو أنت ما تفوتش ولا محاضرة من غير مناقشة؟ أحمد حمدي دايما يناقش في الصميم. أنا شخصيا متنبئ له بالنبوغ. بكرة هتسمعوا عنه. ايوه يا أحمد. اتفضل معايا يا أحمد. السلام عليكم. احمد حمدي ده ما يبطلش غلبة ابدا. دي مش غلبة دي شطارة يا اهل. ده موضوع عايز وقت يا باشمهندس. ابقى اتفضل حضرتك تمر عليا في البيت الساعة 5 زي العادة. وهو كذلك يا دكتور. الف شكر. مع السلامة. مع السلامة. صباح الخير يا انسة سام. اهلا استاذ احمد. فين من زمان ما حدش بيشوفك. تحت امرك يا فندم. هو جاي يا ست النهارده يكسر دماغي بمناقشاته. اهلا وسهلا. يشرف. الف شكر يا فندم. مع السلامه.
عبقري. ألف شكر يا دكتور. إن شاء الله بعد ما هتتخرج هتلاقي فرصة ذهبية مستنياك. صحيح يا بابي؟ طبعاً. تفتكري مشروع مصنع النسيج بتاعنا مين أنسب واحد عشان يشرف على تنفيذه؟ الأستاذ أحمد طبعاً. ألف مبروك. تشكر جداً. الفضل كله للدكتور صفوت. العفو يا ابني. أستأذن لو سمحت. تفضل تفضل يا ابني. أنا كنت عايز تسلم ايدك يا ماما. ربنا معاك يا ابني. اول ما سمعت الخبر ده تخيلتك على طول حرم الباشمهندس. امتى يا منى؟ امتى؟ ما عندكيش فكره انا بستعجل الوقت ازاي. فاضل قدامي شهر، انما متهيألي انه عمر. لكن هصبر هصبر علشان عارف ان ربنا هيكافئني بيكي في الاخر. يا حبيبي النهارده بقى انا ناوي اخلص طاري. النهارده بقى مفيش طاوله. الله ليه بقى؟ أنا مش جاي ألعب، أنا جاي لك في طلب هام وعاجل. إيه تاني؟ أنا مشيت لك كل التصاريح الجديدة. ناقص تصريح واحد، تصريح شخصي. شخصي؟ أيوه. أنا بطلب منك إيد الأنسة منى. ها؟ قلت إيه يا عم مصطفى أفندي؟ أيوه أصلك فاجئتني. طبعا شرف كبير. بس ايه؟ في حاجة؟ لا ابدا، مفيش غير الموضوع اللي كلمتك عنه. موضوع ايه؟ مش احمد حمدي؟ ما انت قلت لي انه مش رسمي. فعلا فعلا. يبقى خلاص ما عندكش مانع. طيب لو سمحت اديني مهلة افكر. الحكاية ما بدهاش تفكير، ما انت عارفني كويس. اهلا وسهلا، انعم واكرم. عايز اسمع منك بقى كلمة القبول. كله بامر الله ونعم بالله. ايدك يا مصطفى افندي، ايدك يا راجل. ربنا يقدم ما فيه الخير. احمد احمد افندم. على اسمك. اتفضل افندم. مبروك يا احمد. الله يبارك فيك يا دكتور، نجحت وبامتياز زي ما كنت متوقع. الفضل ليك يا فندم. العفو. الاهم من النتيجه ايه؟ ايه يا فندم؟ الوظيفة طبعا لو عدتك بيها. انا تحت امرك. تعال بقى بينا نتكلم في مشروع المصنع. اركب. عم نجيب. مين؟ حمادة. أهلا 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 أهلا. إزيك يا عم نجيب؟ عاش من شافك يا سي أحمد. وإزي الست الوالدة؟ بخير الحمد لله. إزيك أنت؟ زي ما أنت شايف. تعال بقى استريح، أنت لازم تعبان من السفر. أتعب إزاي يا عم نجيب؟ إذا كان كل متر بيمشي القطر بيقربني من اللي بتمناه طول عمري. يا عيني، والله فكرتني يا سي أحمد بالذي مضى. أنا بقى عايزك في حكاية بخصوص الذي مضى. تعال بس. السلام عليكم. عليكم السلام. وكمان في اوضه محجوزه باسم احمد حمدي. ايوه يا فندم، وفي كمان تلغراف عشان حضرتك. تلغراف؟ ايوه. طب لو سمحت طلع دي فوقتي. عم نجيب الحقني. عم نجيب خير؟ حصل ايه؟ بقى انا كنت واخد اجازه اسبوع، انما التلغراف ده بيقول ان انا لازم اسافر اوروبا يوم الجمعه الصبح. قال يبقى لازم ترجع مصر دلوقتي حالا. ارجع فين يا عم نجيب؟ انا مش هتحرك من هنا لما تخلص لي موضوع منى. مستعجل ليه يا ابني بس؟ ده انت ما فيش قدامك غير بكره. اسمع، ارجي الموضوع ده لحد ما ترجع من اوروبا. نهارك سعيد. تعالى هنا، انا لازم اتجوز منى قبل ما اسافر. عم نجيب
انت في مكان تولي تمام، ممكن تسبقني على بيت مصطفى فندي وانا ورايا مشوار صغير اقضيه واجي لك على هناك، تكون مهدت لي الموضوع وانت راجل حبيب قديم وسيبني نتكلم في الحاجات دي. وليه الكركبه دي بس يا ابني؟ اسمع انا هستناك هنا، تروح مشوارك وترجع لي، نروح بيت مصطفى فندي سوا رجلي على رجلك. على كيفك يا عم نجي. طيب ممكن تخلي الطربوشه معاك لغايه ما اجي؟ منى حياة قلبي، وحشتيني منى. منى أنا بقيت مهمة جدا، الدكتور صفوت أستاذي في الكلية هيصفرني بعثة لسويسرا 4 سنين، وبعدين بقى وبعدين أرجع مدير مصنع كبير قوي. منى أنا مسافر بعد يومين وإنتي معايا على طول. مين كان يصدق إن أحلامنا الصغيرة تتحقق بالصورة الكبيرة دي والسرعة العجيبة دي؟ منى في حاجة. ألف مبروك يا أحمد. أمال مالك؟ أنا فرحانة لك قوي يا أحمد، بس حصل حاجة. حصل إيه؟ قولي. محمد خطبني من بابا. محمد؟ وبابا وافق؟ مش ممكن بأي حق، ده وعدني من 5 سنين، البلد كلها عارفة انك ليا. مش قادر اصدق. وانتي ما عملتيش حاجة. منى ازاي تسكتي على كده؟ انت عارف بابا يا احمد شديد وعنيد، وانا فضلت ما اكلموش لغاية ما تيجي انت. مرضتش اكتب لك باللي حصل، خفت اسبب لك صدمه وانت داخل الامتحان. هنعمل ايه يا احمد؟ لازم يوافق، لازم يفهم ان مفيش قوه في الدنيا تقدر تفرق بينا. واذا رفضني واصر على رايه مفيش قدامنا غير حل واحد. ايه يا احمد؟ تهربي معايا ونتجوز في اسكندريه ونسافر على اوروبا. منى انت متردده؟ انا ما اقدرش اتردد لحظه يا احمد، انا ربطت حياتي بيك وعشت عمري كله على حبك. خلاص بكره هكون مستنيكي في المحطه، القطر بيوم 5. يا ابني ده كلام ما يقبلوش عقل. يا مصطفى فندي الكلام ده هو عين العقل. ازاي بقى سنجيب واحد جاي يخطب ويكتب وياخد بنتي ويسافر بلاد بره في 24 ساعة وتقول لي ده عين العقل؟ إن كان على الوقت يا سيدي يتدبر. يا عمي أنا ممكن أأجل سفري. يا ابني حط نفسك مطرحي، إزاي تدي بنتك لتلميذ لسه رايح يتعلم 4 سنين في بلاد بره؟ يا عمي أنا مهندس ومرتبي كبير. يا أحمد ما تتعبش نفسك وتتعبني معك. طب انا مستعد اجل الجواز لغايه ما ارجع من اوروبا، بس نكتب الكتاب دلوقتي. وانا مش معقول اعطل مستقبل بنتي 4 سنين. يا مصطفى يا اخويا السنين بتكر ورا بعضيها. يا سنجيب يا احمد يا ابني، منى لازم لها واحد يقدر يسعدها ويضمن مستقبلها، والواحد ده اتقدم خلاص محمد افندي. ومنين حضرتك تعرف ان محمد افندي هيقدر يسعدها؟ خدت رأيها؟ رأيها طبعا مش ممكن يخالف رأيي، أنا أبوها وأنا أدرى واحد بمصلحتها. يا مصطفى يا أخويا روق كده وهدي نفسك، أنت غلطان. والله أنا حر ببنتي. أنا ما بقولش حاجة، إنما ما تحرمش قلبين من بعض، ما تكررش مأساتي. أنا مثل حي قدامك ما تبقى ظالم. أنت بتهن في بيتي؟ لا أنا جاي أنورك، ده أنا قلبي على البنت أكتر منك. يا سنجيب منى هتتجوز محمد والكتاب هينكتب بكرة، واللي عنده كلمة منكم يوفرها. يا سيد مصطفى
أنا هقول لك كلمة وتحطها حلقة في ودنك. أنت هتجني على بنتك. يلا يا أحمد، يلا يا أحمد، يلا اتفضل. أنا هخرج أكلمه. بلاش يا منى، في ايدك ايه تعمليه؟ انت عارفه ابوك كويس، لكن ازاي يحكم عليا الحكم ده؟ ايه يا منى مش عاجبك؟ كان لازم يا بابا تسمع رايي الاول. اتفضلي يا ستي قولي رايك. انا يا بابا مش عايزه اتجوز محمد، لكن انا وعدته وانا ما اتعودتش ارجع في كلامي. ما انت يا بابا وعدت احمد قبل كده، ليه رجعت في كلامك دلوقتي؟ اخرجي. انت بترد عليا؟ قسما بالله لازم تتجوز محمد بكره، ومن دلوقتي مش هتعتبي باب البيت. اطلع المحطة يا ابني. لا اطلع على سكة البحر يا استاذ. ليه يا ابني؟ ليه نعدي على بيت مصطفى دلوقتي؟ زمانهم بيكتبوا الكتاب. عقبال عندكم، انتوا اتاخرتوا قوي على كتب الكتاب، انا وصلت المأذون دلوقت. يا ابني ما تقعدش تنحر في نفسك، سهم القضا ونفس. معلش يا ملكي، عايز اعدي على البيت لاخر مره. امرك، اطلع البحر يا ابني. كل شيء اسمه نصيب يا منى، ايه مكتوب لك لازم تشوفيه. اطلع يا اسطى على المحطة. مصحوب بالسلامة يا ابني، خلي بالك من نفسك يا احمد. يا ابني القطر لازم يمشي، ما اقدرش اعطل اكتر من كده. اللي بيحب يا عم نجيب يفضل لاخر عمره متعلق بالامل. انت هتقول لي يا ابني ما هو حالي كم من حالك. الجرس ضرب، اطلع يا ابني الله يهديك. مع السلامة. Thank you.
كتابك ساعة كتب الكتاب. مش ممكن يتكتب كتابي على واحد غير أحمد، مش ممكن. بس أحمد سافر يا بنت. أسافر وراه، مش قادر أعمل أجيب حياتي إيه من غير أحمد. الله يجاز اللي كان السبب. أعمل معروف يا عم نجيب، لازم ألحق أحمد. تلحقيه إزاي بس؟ بأي طريقة، أبوس إيدك. يا رب دبرها بمعرفتك. أقول لك تعالي معايا يا بنتي، تعالي. يا بنتي مفيش عندنا إلا حل واحد، هشيع له تلغراف على محطة العلمين يسلمه له في القطر عشان يستناك، وبعد كده نفكر في طريقة نبعتك بيها لحد هناك. طب مفيش اوتومبيلات ولا أي حاجة علشان أحصله في العلمين؟ اوتومبيلات إيه يا بنتي؟ ما أنت عارفة البلد. اعملي معروف سيبيني أبعت له التلغراف على محطة العلمين. يا الصبحي تعالى. ايوه حضرتك المعود. اطلع القطر سلم التلغراف ده لواحد اسمه احمد حمدي. يلا عشنا وشفنا تلغرافات اخر زمن. تلغراف احمد افندي حمدي، احمد افندي حمدي، تلغراف تلغراف احمد افندي حمدي. من فضلك ممكن ابعت تلغراف؟ متاسف نفسي التلغرافات مش موجوده. وبعدين انا طب تسمح لي ورقه؟ اتفضل. قلم كمان لو اتفضل. متشكر قوي. سمحت والله تديني موظف التلغراف يبعته مطروح، لازم الحق القطر. كله سرور. متشكر قوي. يا حضرة المعاون مفيش حد خالص في القطر بالاسم ده. خلاص لم يستدل عليه. تلغرافك ردوه يا منى، لم يستدل عليه. مفيش عنوانه في مصر ابدا، كنت ببعت له كوابات على المهندس خانه. ولا تعرف المركب اللي هيسافر عليها هتقوم منين؟ ما قاليش، ما عرفش حاجه ابدا. تلغراف استاذ منى. اتمنى لك سعاده الدنيا مع محمد احمد. حرام حرام عليك يا رب. يا رب دكتور، حد يجيب دكتور يا عالم. ادي يا سيدي بنات العائلات. بقول له مصطفى افندي يعفينا من الجوازه دي. حاضر يا شيخ محمد. ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. منى حبيبتي، منى ردي عليها يا منى. Thank you.
هي تحت تأثير صدمة شديدة. يعني ممكن تتحسن بالعلاج يا دكتور؟ الأهم من العلاج إنكم تشوفوا سبب الصدمة وتساعدوها على النسيان، يا إما تحققوا لها رغبتها. وحياتك قلنا الكلام ده يا دكتور ولا عجبش. أشوف الشباك يا ماما. تروح وترجع بألف سلامة يا حبيبي. الله يسلمك. ادعي لي يا ماما. ترجع لي سالم غانم بإذن الله. أشوف وشك بخير. مع السلامة. مع السلامة يا أحمد. الله يسلمك. خلي بالك من نفسك يا أحمد. ما تقلقيش يا حاج، أنا مسافر له كمان شهرين. وأنا معاك يا بابا. وأنت معايا يا ستي. مع السلامة يا باشمهندس. اتفضل يا هانم. مع ألف سلامة يا حبيبي. الله يسلمك. انت ابا ما كنتش عارف ان حالتها هتوصل للدرجه دي. معلش يا بابا، الشده والذلول. شكرا عمو نجيب جاي يطل عليك. السلام والتحية على أصحاب الطلعة البهية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إزيك يا راجل يا طيب؟ زي الحصان زي ما أنت شايف. وش حال عينكم؟ طاب وتم شفاه؟ الحمد لله والشكر لك يا رب. ايه الاخبار يا عم نجيب؟ مفيش اخبار. عشان كده يا ستي خدت اجازه اسبوع وهاخدك معايا ونطير على مصر نقابل الست ام احمد ونعرف منها اخبار. سي احمد يا حبيبي يا عم نجيب. اهلا وسهلا. ازيك يا منى؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ست ام احمد؟ اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ نجيب؟ اتفضل اتفضل. اهلا يا الف مرحب. يا ستنا احنا بقالنا 3 ايام واحنا ندعبس على عنوانك لحد ما اكتشفته بقى بالفتاكه بتاعتي. قلت تبقى عيبه كبيره نكون في مصر ولا الجيش نسلم عليك. فيك الخير والله يا استاذ نجيب. وسي احمد اخباره ايه؟ طيب بخير يا اخويا الحمد لله. الحمد لله. ودي صورة جديدة دي؟ ايوه يا اخويا بعتها لنا في جواب. ومين اللي معاه في الصورة؟ دي مراته يا اخويا سهام بنت الدكتور صفوة.
سافر بعد احمد بشهرين كتب عليها هناك واتجوزها. بالك من نفسك يا منى، لازم تجينا في كل الاجازات. مع السلامة يا منى. الله يسلمك. خلي بالك من كريمة. كريمة في عينيا الاثنين. مع السلامة. يعزي عليا فراقك يا منى. يعني كان لازم تطلبي نقلك لمصر. ما بقاليش قعد هنا يا عم نجيب. بابا مات. وكريمة اتجوزت. عم نجيب، مفيش أخبار من أحمد؟ اللي ما سأل عني بجواب واحد. منى، اعملي زي ارمي الماضي ورا ظهري وبص لمستقبلك. عم نجيب. منى، ما تنسيش الجوابات يا منى، ودايما طمنين عليكي. حاضر. رسمتي بطتك احلى من بطتي. خدي البونبونيه دي. اشكرك يا ابا. خيام على مهلك بس. مالك؟ بتتعبني يا وقعتي. معلش يا حبيبتي، معلش. بس مالها دي؟ البنات زقوها وقعوها. وجرالها ايه؟ يلا يا شاطر اجري اكسر البنت ضلع يطلع لها عشرة. حرام عليك يا زهير. والله ما هيتلي في البنات غير حنيتك الزايده. لكن ما انت معذوره، لو عندك اربعه والخامس جاي في السكه كنت قطمت رقابيهم. الكلام ده بتقوليه من ورا قلبك. طيب ما تتجوزي وجربي. عامله اضراب ليه؟ ولا اضراب ولا حاجه. قلت لك 100 مره لما الاقي الشخص المناسب. يا اختي بقالك 6 سنين بتقولي لما الاقي الراجل المناسب، والرجال على قفا من يشيله ويتمنوا تراب مهيتك. الله، منى جرالك ايه؟ مالك كده زي اللي نزل عمالنا؟ احمد ده يبقى ايه بقى؟ ها؟ قولي لي احمد ده مين؟ منى، في واحد بره مستنيكي في اوضه الزوار. Thank you.
اهلا منى. عم نجيب. عم نجيب، مالك اتخذتي كده؟ هو انا يا ترى جاي استلف منك؟ اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا بنتي. المره دي غبت عليا قوي. لا اطمني، من هنا ورايح هتزهقي مني. خلاص هقعد لك في مصر على طول. ركنوني على الرف. ايه؟ اتحلت على المعاش؟ والحمد لله. معلش، ربنا يديك طول العمر. ضروري، اصل عمري شقي بقي. انت قريت جرايد النهارده؟ ايوه يا ستي قريتها، وعرفت كمان ان احمد جه وجارر معاه عيلين حلوين قوي ولاده، ربنا يسعده بيهم عقبال ما نفرح بولادك انت كمان. الحمد لله على كده، انا رضيت باسمك. لا مش اسمه كلام ده، انت لازم تتجوزي. يا عم نجيب ما تطلبش مني المستحيل. انا اسف قوي يا جماعه، معاد الانصراف فات وانا عطلتكم شويه. لا بسيطه يا استاذ. طيب اتفضلوا، على السلامة. وحضرتك لسه هتقعد؟ معلش عندي شويه شغل. طب نسيت اسمك. طبعا الو احمد، عندك فكره الساعه بقت كام دلوقت؟ 4:15. اسف يا سهام، يظهر الشغل خدني وما حسيتش بالوقت. حاضر حاضر، مع السلامه. اهلا وسهلا. مسيكي بالخير يا ست منى. نعم، ساعة مساك يا حاج. واعتذر. وبعدين معاك يا سهام، انا بعتذر لك، عايزاني ايه؟ اركع واطلب الصفح؟ لا يا استاذ، بس في حاجه اسمها اصول، مش هنفضل طول حياتنا عايشين في هرجله؟ اتفضل الغدا جاهز. منى 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 يا انا. بابي بابي حبيبي. اوبا رحبه في انا حياتي. يا منى والله عيل، لا نظام ولا مواعيد ولا احترام لاي وضع. يا فاطمه فاطمه خدي البنت وديها اوضتها. حاضر. ليه ما تخليها معاك شويه؟ انت هتتغدى ولا هتشغل نفسك بالبنت؟ هتغدى وهي قاعده معايا، على الاقل تفتح نفسي للاكل. الغدا له اصول يا احمد، خدي البنت. حاضر. صحيح، خدي يا فاطمه. كنت ناسي الحكايه دي. اتفضلي. ايه ده؟ هاكل لوحدي؟ طبعا، انت فاكر اني هقعد لغايه 5:45 من غير غدا؟ يا سهام بقى جايباني عشان اكل لوحدي؟ ما كنت كلت سندوتش في المصنع. يا باش مهندس، الاصول ان الناس تتغدى في بيوتها وانهم يحترموا مواعيد الاكل وانهم ينظموا حياتهم و ما
ما يفتحوش بقهم اذا امكن. اهلا عدولة. ازيك يا بابا؟ هنا بابا. اهلا عدولة. اهلا اهلا حبيب بابا. اوبا عملت ايه في يلا يا عادل. ايوه يا ماما عارف على اوضتي. واحد بره عايز يقابل سيادتك. اسف انا مشغول. ده بيقول انه عمي سيادتك. عمي؟ خليه يتفضل. عم نجيب. مش معقول. ومش معقول. اهلك قلبك توفاه الله. بعد الشر. ازيك عم نجيب؟ زيك انت يا حماده بيه. ان شاء الله تكون بخير. اتفضل. اولا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وثانيا مبروك يا سيدي على المناصب الخطيرة. الله يبارك فيك. وثالثا ما بعتش جواب واحد تسأل عني يا حمادة بيه. كنت مشغول والله يا عم نجيب بشكل مش طبيعي. لكل مجتهد نصيب. على كل حال أنا كنت مطمن عليك من المرحومة. الله يرحمها بحسن إيديها. عز عليا قوي يا عم نجيب إن والدتي تموت وأنا في أوروبا. البركة فيك يا ابني. كلنا لك. المهم ازاي احوالك دلوقتي؟ زي ما انت شايف راجل عجوز بكحكح على المعاش لكن برضه ضارب الدنيا صرمة. وازاي مطروح واللي في مطروح؟ علمي علمك يا ابني. انا جيت مصر خلاص. قولي الكتاكيت دول ولادك؟ ايوه عادل ومنى. ربنا يخلي. قول لي منى زيها عندها اولاد؟ حلوين قوي اولادك ربنا يحرسهم. عم نجيب ما تلفش عليا منى زيها. الله الله يسلمك. ما اعرفش عنها حاجه ابدا. عم نجيب قول لي انت هنا. انت سافرت اوروبا عشان تقعد 4 سنين. ايه اللي قعدك 7؟ بعد مدرستي يا سيدي لفيت على مصانع اوروبا قلت انتهزها فرصه للتدريب العملي وعشان اشتري المكانات الجديده. لكن ازاي ما تعرفش حاجه عن منى؟ انت ما بتزورهاش؟ يوعدك بزياره النبي يا سي احمد. بقول استاذن انا. عم نجيب ارجوك انا حاسس انك مخبي عني حاجه. انا بس عايز اطمن على منى. يا ابني قلت لك اطمن اطمن. صباح الخير. صباح الخير. جيتم في وقتكم. شوف شغلك بقى. عم نجيب عم نجيب طريقتك في الكلام عن منى شغلتني. حصل لها حاجه؟ ابدا يا ابني ابدا. قلت لك اطمن. سلام عليكم. الو. ايوه لحظه واحده. تليفون يا باشمهندس. يا باشمهندس تليفون. الو. ايوه مين؟ ايوه سام. في حاجه؟ احب افكرك بحاجه مهمه لانك انت دايما بتنسى نفسك. بكره عيد ميلاد عادل لازم تشتري له هديته من النهارده. احمد. ايوه النهارده ايه؟ طيب طيب حاضر حاضر. مع السلامة. أظن دي كويسة. طيب يا فندم أحطها لك في علبة؟ لا متشكر. أمرا. مبروك. الله يبارك فيك. Thank you.
ازيك يا منى؟ الله يسلمك يا احمد. سكت ليه يا منى؟ سرحت. في ايه؟ في اللي حصل دلوقت. مش عارفة ايه اللي خلاني اركب معاك. هو نفس اللي خلاكي تقعدي لحد دلوقتي من غير جواز. انت عرفت؟ ايوه عرفت ان القدر كان اقوى مننا. أنا السبب في كل اللي حصل. اللي حصل ملناش ذنب فيه احنا الاتنين. كل الظروف اتجمعت علشان تفرق بينا. أيوة، وعشان تحكم عليكي بعذاب الوحدة والحرمان 7 سنين طوال، وتحكم عليا بحياة مملة ملهاش طعم ولا معنى. لكن أنا على الأقل كنت بحاول أنسى، كنت بهرب من حياتي بالشغل، ليل ونهار شغل. ربنا ألهمني الصبر واداني العزة في ولادي عادل ومنى. لكن انتك اسمها منى؟ كان لازم اسميها منى عشان تفضل منى في حياتي طول العمر. يعني كنت عايشة معاك طول الوقت في كل لحظة مع انك مسافر وفاهم اني اتخليت عنك. القلب المليان بالحب ما يعرفش يكره. حبك عاش وهيفضل عايش في قلبي على طول. فات الأوان يا أحمد. أبدا، لسه قدامنا العمر كله. حرام نعيش في ألم وحرمان والسعادة في إيدينا. السعادة دي أصبحت مش من حقنا يا أحمد. هنسرقها من زوجة وأطفال مالهمش ذنب. وأنت ذنبك إيه؟ تقضي بقية عمرك تضحي وتعيشي على ذكر حب. وفي إيدينا إيه نعمله يا أحمد؟ الظروف أكبر مننا. لكن عمرها ما هتكون أكبر من حبنا. حبنا، حبنا يا منى لازم يملي إرادته على القدر. حبنا هيستمر وهيعيش طول ما احنا عايشين في الدنيا. قلت ايه يا منى؟ بتسألني يا أحمد. ست منى اتأخرت ليه يا بنتي؟ ده انت عمرك ما عملتيها، احنا بقينا نص الليل. اصل كنت عند واحدة صاحبتي وقعدنا نرغي والوقت سرقنا واتأخرت. معلش، تصبحي على خير. الو منى، اسمعي، انا قلت اني من طرف كريمة، لكن انا احمد. اهلا اهلا.
ازيك يا عم جد الله؟ جد الله ده ايه؟ بقول لك انا احمد. طب ما انا عارفه يا عم جد الله. ازيهم كلهم؟ ها؟ في حاجه؟ ايوه وحشتيني قوي، مش قادره استنى لغايه الميعاد، عايز اشوفك نص ساعه بس ممكن؟ ما انت عارف ان انا بشتغل لغايه الحصه السابعه يا عم جد الله. ايه؟ الحاجات اللي جبتها لي معاك. طب اقابلك بقى بعد الظهر. ايوه الساعه 7. مع السلامه يا عم جد الله. متشكره قوي. لكن انا حاسه بذنب كبير. منى ما تقوليش كده ابدا، انت من يوم ما رجعتي لي رجعت لي سعاده الدنيا، سعاده كبيره هونت عليا كل حاجه. وانت جنبي يا منى مش ممكن في حاجه تتعبني. يا حبيبي. بس انا هبتدي اتعب من بكره. ليه يا احمد؟ عشان مش هقدر اشوفك. ليه؟ عندي شغل في اسكندريه، مضطر اسافر يومين هناك. خدني معاك. صحيح ممكن تاخدي اجازه؟ اجازه؟ ده انا بقالي 7 سنين ما خدتش يوم اجازه. يا روحي. الاوضه اللي محجوزه باسم منى مصطفى. ايوه يا فندم 136. طب لو سمحت تبعت 10 صاغ لسواق التاكسي. 47. ميرسي. 136. الو اديني اوضه 136 من فضلك. الو يا اوضه 136. الحمد لله على السلامه يا روحي. قولي لي الاوضه عجبتك؟ دمها خفيف. طب حلو، انا هنزل دلوقتي اخلص شغلي والساعه 2 بالظبط الاقيكي مستناني في نفس المكان عشان نقضي يوم لطيف. حاضر حاضر يا عم جد الله. الله انت بتعمل ايه؟ انت مش هتنزل البحر؟ ما جبتش مايو. خسارة، كنت عايزك تنزلي معايا. معلش. ايه رأيك في ده؟ يا حبيبي ما بتنساش حاجة أبدا أبدا. يلا البسي بقى. منى دايما منى.
فكرتني بأيام مرسى مطروح. هنعيد الأيام الحلوة دي تاني. والصخرة اللي عليها أسامينا هيفضلوا دايما جنب بعض. رحتي لحد فين؟ برضو المرسى مطروح. احنا دلوقتي في العجمي واسعد اتنين في الدنيا وما يتم من الجوع. حالا. يلا حبيبتي. والله يا بابا مش عارفه احمد جراله ايه، اتغير خالص، ما بقاش طبيعي ابدا. يا ستي بلاش اوهام، الراجل بيحب شغله اكتر من اللزوم. الو اسكندريه. ايوه ايوه معاك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا احمد. انا صفوت. ما جيتش ليه يا احمد؟ ايه ما تقدرش تسافر بالعربيه بالليل؟ طيب طيب على راحتك يا احمد. الاولاد بخير؟ ايوه ايوه بخير. وسهام جنب ايه هكلمك. ايوه يا احمد. ازيك يا سهام؟ الاولاد كويسين؟ الحمد لله. ايه اجي؟ هاجي الساعه كام؟ بكره ان شاء الله. حاضر حاضر حاضر. مع السلامة. ألو يا 136. اسمعي يا روحي، إيه رأيك بكرة كمان نقضي في الجنة اللي كنا فيها النهاردة؟ ها؟ وهنسافر بعد الظهر. موافقة؟ أحبك يا 136. تصبح على خير يا روحي. وانت من أهل الخير يا حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك منى. ميرسي قوي على اليومين دول، يومين من أجمل أيام العمر. العمر كله شوية عليك يا أحمد. تصبح على خير. وانت من أهله. بكرة؟ بكرة. مساء النور يا سمونة. سمونة. ايوه. عندي كلمتين عايزه اقولهم لك. خير. ما تزعليش مني، احنا طول عمرنا ناس كمل وعمر ما حد يتكلم علينا ابدا، لكن اللي حصل ان كل الحته دلوقتي بتلسن عليكي وعلى سهرك كل ليله، وكمان على الجدع اللي بيجي يوصلك بالاوتوموبيل لحد هنا، انا شفته بعيني. الكلام اللي بتقوليه ده يا حاج. كلمه ورد غطاها. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. بكره الصبح تلمي حزانك وتدور ايدك على مسكن تاني، وربنا يستر على عبيده. كل ما بشوفك يا احمد بضعف واندفع معاك في طيار حب كبير ما بقدرش اقاومه. النهارده بس فقت وسالت نفسي ايه اللي يحصل لو انكشفت العلاقه اللي بينا. مركزك، بيتك، سعادة ولادك، مستقبلك، كل ده فكرت فيه يا أحمد. أحمد، الحب الكبير اللي بينا لازم تقابله تضحية كبيرة. لازم نتغلب على ضعفنا يا أحمد ونفترق للأبد. ليا رجاء أخير عندك، ما تحاولش تدور عليا. الوداع يا أحمد.
مالك يا احمد؟ حبيبي مكتب حرب النظرة فين؟ فوق يا فندم. وحضرتك تقرب لها ايه؟ احنا بلديات من مطروح. هي غايبة دلوقتي عن المدرسة. اقدر اعرف هي فين؟ والله مش من شغلنا نقول لك اخبار عن مدرستنا. اتفضل حضرتك اسأل عنها في حتة تانية. الو؟ يا ست الحاجة اعملي معروف، انا بس عايز اعرف هي عزلت راحت فين. اذا كنت انت ما تعرفش حاجه عن اخبارها انا هعرفها. ما كانش ينعز يا حضرت. كتر خيرك. لازم نتجوز يا منى. إذا كنت عايزة تحافظي عليا وعلى بيتي ما تبعديش عني أبدا. لازم نتجوز يا منى. أنا حاولت أعيش من غيرك ما قدرتش، فشلت في كل حاجة. بس ليه عندك رجاء؟ تحت امرك. علشان احافظ عليك وعلى بيتك لازم يفضل جوازنا في السر لاخر يوم في العمر. صباح الخير يا روحي. صباح الخير يا حبيبي. نفس الميعاد
8 ونص، ولا ثانية متقدم ولا ثانية متأخر. ما اقدرش اتأخر عليك. رايح فين؟ وحشاني موت. يلا نفطر. ما انا هفطر اهو. يلا بلاش كسل علشان انت تلحق تروح شغلك وانا كمان اروح شغل. يلا. انت بتشتغلي ايه؟ بشتغل مرات. لكن مش متفرغه. في شغل تاني واخدك مني. ايه؟ بتغير منه؟ قوي. متهيألي يا منى ما بقالوش لزوم دلوقتي. يا حبيبي انت بتيجي كل يوم الصبح من 8 ونص ل 9 ونص، وبتيجي بالليل 8 ونص ل 11. اعمل ايه في الوقت الفاضي ده كله؟ أملى فراغي ازاي؟ على كيفك يا منى. أنا بس مش عايزك تتعبي أبدا. أنا اللي أتعب وأشتغل وأساعدك. ساعات أكتر من اللي أنا فيها. مش ممكن، مفيش في الدنيا. لا في. إيه؟ ساعاتي أنا. يا حبيبي. كل حاجة جاهزة جوه في الأوفيس يا سيدي. يلزمي خدمة تانية؟ لا كتر خيرك يا مسيد. طب استأذن أنا بقى لحسن زمان أبو سيد بوزو شبرين. ليه؟ محرج عليا ما تأخرش بعد أذان العشاء، أصله بيعزني قوي. ربنا يهنيكم ببعض. تعيشي يا ست، تصبحي على خير. وأنتي من أهل. لما بشوفك كل تعبي بيروح. تعال. احكي لك حكاية الشاطر حسن. مش أنا ما نرتاح شوي. طب بعد ما ترتاح أنا عندي لك مفاجأة. حلو؟ ما أعرفش إذا كانت حلوة ولا. فين؟ لما ترتاح. لا لازم أشوفها. أمرك. تعال. عجبك رسمي؟ رسمك؟ رسمتيها امتى؟ من 7 سنين بعد ما سافرت على طول. كان متهيألي انك خرجت من حياتي خلاص. رسمتها من خيالي، وكل خط كنت برسمه فيها كان بيقربك مني وانت بعيد، لحد ما كملت
وملت علي الدنيا. يا منى يا منى حبيبي. ايوه سعيدة يا بنتي. سعيد. هي ست منى ساكنة هنا؟ ايوه يا سيدي. انا عمها. اهلا وسهلا. بس هي مش موجودة. عارف يا بنتي عارف. وانت مين؟ انا مسيد. ام سيد مين؟ مرات ابو سيد. وابو سيد ده ايه؟ البواب يا سيدي. البواب. ادي اللي كنت خايف منه. هو ايه يا سيدي؟ انت بتعملي ايه هنا؟ انا بشتغل هنا. طيب روح اعملي لي فنجان قهوه على الريحه. حاضر يا سيدي. الهندسة الميكانيكية. عم نجيب قفشتك يا هرابة. مش عايزة تقولي لي على عنوانك ليه؟ أبدا. بس ما هو أنت ما سألتنيش. اتفضل. تشرب حاجة ساعة؟ القهوة يا سيدي. متشكر يا بنت. العفو. تحزنيش يا بنتي إذا كنت طبيت عليكي كده زي القضا المستعجل. لكن أنا بعتبر نفسي أبوكي، واجب الأب يطمن دايما على أولاده. طبعا. علشان كده بشعر إن لي الحق أتدخل في حياتك الخاصة. تسمحي لي يا بنتي أسألك سؤال؟ اتفضل. انت بتشوفي احمد؟ احمد؟ لا ابدا ما بشوفوش. منى مش ملاحظه انك لاول مره في حياتك بتكذبي عليا؟ أيوة. يعني أحمد بيجي هنا؟ أيوة. وتسميه ده إيه يا منى؟ ما تظلمناش يا عم نجيب، القدر هو اللي جمعنا. رغما عن علمك بإنه متجوز وله ولد وبنت؟ وجودي معاه هو اللي خلى بيته موجود ما يتهدمش. تقومي تضيعي حياتك ونفسك عشان احمد اعمل اي حاجه؟ انا مش مصدق. انت منى، منى العقله اللي ما بتطلعش منها العيبه، المربيه الفاضله، تعيش مع راجل في الحرام. انا يا ريتني مت ولا اشوفش اولادي اللي رعيه حبهم النظيف ينحدروا للدرجه دي. ما تقولش كده، حرام عليك. حرام عليكي اللي انت فيه دلوقتي. يا عم نجيب افهمني. افهم حاجه واحده بس، ان منى واحمد ولادي، ولادي الغاليين عليا قوي. خلاص ضاعوا مني. عم نجيب عاوزه تقولي ايه؟
تتكلمي. ولا حاجة. منى بنتي حبيبتي سامحيني يا بنتي ما كنتش عارف. منى عم نجيب الوحيد اللي لازم يعرف كل حاجه. تعالوا ربنا معاكم يا ولادي. عمليات توسيع المصنع كلفتنا 30,000 جنيه. الانتاج السنه دي زاد 3 أمثال السنه اللي فاتت. الارباح والحمد لله غطت كل التكاليف. السنه الجايه ان شاء الله بس 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 يا سيدي لما تيجي السنه الجايه نبقى نتكلم. قول لي هنا الواحد يعمل فيك ايه؟ يكافئك ازاي؟ انك تسيبنا روح. الساعه بقت 2:15 واوامر الاداره العامه للبروتوكول اني اكون قاعد على السفره والساعة بتدق 2 بالظبط. برافو برافو. ربنا يوفقك يا ابني ويسعدك كمان وكمان. ألف شكر. اتفضل سيدي. شكرا. استغفر الله العظيم، مش ده اللي بقول عليه منكر يا ستي؟ وبعدين معاكي دي كازوزه. طيب احطها فين؟ هاش البيت اخر الميلاد عن ميعاده يا ستي. اصل عنده شغل كتير. هي العيشه دنت؟ ايوه تقدري تروحي يا مسيه. تصبحي على خير. وانتي من اهلي. وبعدين معاك بس يا احمد، ده بابا عازمنا الليله، اقول له ايه؟ قولي له ان انا رحت المطار. قفشتك قبل ما تزوج. اهلا وسهلا. ايه الحكايه؟ الحكايه يا سيدي ان في مناسبه سعيده جدا علشانك. ثانيا الليله راس السنه ولازم تسهر ويانا. ايوه بس انا ما كنتش عامل ترتيبي و بصراحه انا لازم اروح المطار عشان استقبل الخبراء الاجانب. لا 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 ما تتعبش نفسك، انا بعت 2 مهندسين يستقبلوهم بالنيابه عنك. انت نجم الحفله الليله. وايه المناسبه؟ ما دي بقى المفاجاه اللي انا محضرها لك. والله انا مش عارف اقول ايه بس امرك. قدامي. اتفضل يا جماعه. يا حضرات يسرني جدا ونحن على ابواب العام الجديد ان اعلن خبر سعيد جدا. اعترافا بفضل الاستاذ احمد حمدي ونظرا لجهوده المشكوره اعلن انه قد اصبح شريكا لي في المصنع. ألف مبروك.
ألف مبروك يا أحمد. أنا متشكر قوي يا عم، ميرسي قوي. عن إذنك يا بابا، ألف مبروك يا أحمد. ما تتصورش أنا فرحانة قد إيه. الحقيقة كانت مفاجأة كبيرة من عمي. أنت تستاهل كل خير يا أحمد. احمد بيه، اتفضل. ميرسي. التليفون عطلان يا احمد، ما هو ده اللي خلاني اجي لك البيت. ايه، في حاجه مهمه؟ لا ابدا، انا كنت عايز اطمن على وصول الخبر. لا اطمن اطمن. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيب يا سهام. وانت طيب يا بابا. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. منى اصحى يا حبيبتي. احمد انا اسف، انا مكسوف من نفسي، مش عارف. ما حصلش حاجه، انا بس اتشغلت عليك. المهم كل سنه وانت طيب. وانت طيبة يا روحي. اعمل ايه بس عشان اصلح غلطتي؟ ما تضايقش نفسك. انا ارتحت خلاص. منى، ممكن ابتدي احتفل بالسنة الجديدة؟ امرك يا حبيبي. صحة مين؟
في صحة أحمد. لا، في صحة القلب الكبير، في صحتك يا منى. في صحتك يا حبيبي. تصوري طول العمر ده سوا وما رقصناش مع بعض ابدا. ممكن نرقص؟ نرقص. حاضر يا ماما. منى يا حبيبتي كفايه بقى، بابا تعب خلاص. ليه يا بابي؟ فين الشباب؟ شباب ايه؟ ما عجزنا. منى انا عايز منك خدمه صغيره. عناية يا بابي. إيه؟ بابا عايز يزور، ايه رايك؟ هتروح فين؟ هروح طبعا، احنا مش مسافرين بكره اسوان، لازم نصحى بدري. وخايف ليه؟ خايف من ماما، لو شافتني وانا خارج قبل الحفله ما تخلص هتخبطني محاضره في الاتيكيت والاصول و و بس فهمت. وعايزني بقى اشغلها لك؟ هو ده يا بنتي. عادل قلت لك ارقص كويس بلاش هرجله. ايه ده انت بترقص بلدي؟ مزعلوه انا منسحب. معلش يا ماما، اصل عادل ده انت عارفاه طبعا. ده ايه ده؟ خدني معاك. على فين يا ابني؟ انا رايح انام. برضه خدني معاك، خدني في اي حته ما فيهاش بروتوكول. بس تسيب ماما واختك لوحدهم مش اصول. حتى انت يا بابا بتكلمني في الاصول. معلش يا عادل عشان خاطر. حاضر يا بابا.
كل سنة وانت طيبة، دي أجمل حاجة في حياتي. وانت طيب يا حبيبي. لكن هربت ازاي؟ منى الصغيرة هربتني. ايه ده؟ هنقضي اجازة نص سنة في أسوان زي العادة. لازم كل سفرية أجي معاك يا أحمد. وده سؤال برضو. أنا بقول تسافر أنت المرة دي مع الولاد، وأنا هقعد أستناك هنا. كل مرة بتقولي كده، وفي كل مرة بقولك لا، ما أقدرش أبعد عنك. تقومي توافقي وتقولي أمرك يا أحمد. أمرك يا أحمد. يعني كان لازم تنسي شنطتك وتأخري أخوك عادل؟ معلش يا سهام، زمانه جاي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ست دي أنا شفتها فين قبل كده؟ ضروري في المطار، دي الظل اللي ماشي ورا أحمد حمدي على طول. حاجة يا بابا؟ عادل تمام على الشنط. حاضر يا بابا. اجي معاك يا عادل. تعالي. اوضة 17. يلا يا منى. عادل بص للست دي. الست دي انا فاكرها كويس. مش ملاحظ انها دايما تيجي اسوان في نفس الوقت اللي بنيجي فيه، وبتقعد نفس المدة اللي بنقضيها هنا، وجاي معانا في نفس الطياره من مصر. سرقت فيلا أحمد حمدي بالمعاهيب. سطى اللصوص على فيلا أحمد حمدي مدير مصانع النسيج الشرقية
أثناء غيابي هو وحرمي في أسوار. أبلغت الخادمة الشرطة فانتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث وبدأ البحث فورا عن اللصوص. فيلا أحمد حمدي بالمعادي غريبة. ألو يا عبدو، أنا صفت. مفيش حاجة حصلت عندك في البيت؟ يعني مفيش حاجة انسرقت؟ غريبة. طيب والبيه راجع إمتى؟ النهاردة؟ الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا. ازيك يا محمد؟ أهلا يا سيدي. أهلا. الله ده جده هنا. جده. أهلا عازل حبيبي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا منى. أهلا بيك يا بابا. ازيك يا روح؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عم. ازاي حال الشغل؟ الشغل مستنيك يا أحمد. وعشان كده عاوزك دقيقتين في المكتب. تحت امرك، اتفضل. اقفل الباب يا احمد. خير؟ تقدر تفسر لي الكلام ده يا احمد؟ انت ليك بيت تاني في المعادي يا احمد؟ لا ابدا، ده لازم سوء تفاهم او تشابه في الاسماء. اتعشم كده يا احمد. على العموم انا مش هجيب سيارة اسهام لحد ما تاكد لي ان الكلام ده مش صحيح. حاضر. السجاير دي تمنها قد ايه؟ ب 150 جنيه وفي راديو صغير فيليبس ب 30 جنيه. وايه كمان؟ بس دي كل الحاجات اللي اتسرقت. تتهمي حد بالسرقه؟ لا. سيادتك عندك اقوال ثانيه عايزه تقوليها؟ لا لا، وتمت اقوالها وتوقع منها. تفضلي. هو الأستاذ أحمد حمدي اللي يكون موجود هنا. ليه؟ لازم نسأله عشان نستوفي المحضر، لأنه صاحب البيت. لا لا، هو ملوش دعوة. الشقة بتاعتي وعقد الإيجار باسمي. هجيبهولك حالا. اتفضلي. مش معقول أبدا بابا يعمل كده. لا معقول. أنا حاسس إن الست بتاعت المعادي دي هي نفس الست بتاعت أسوان. تفتكر كده؟ هو كده. أنا سامع موظف المطار بيقول عليها الضل اللي ماشي ورا أحمد حمدي على طول. أيوة يا عادل، والخبر كمان اللي في الجورنال بيقول إن الفيلا انسرقت أثناء غياب أحمد حمدي وحرمه في أسوان. يعني متجوزها؟ دي كانت تبقى مصيبة كبيرة. المهم دلوقتي إن ماما مش لازم تعرف. ايه اللي جابك هنا دلوقت؟ انا جاي اطمن عليك يا منى. انا هيجرى لي ايه؟ المهم بيتك واولادك. الله يجازيها ام سيد، هي اللي قالت في التحقيق، لكن انا انكرت حكايه جوازنا في محضر البوليس. ازاي؟ ازاي يا منى؟ احمد
مفيش وقت، إلحق اعمل أي حاجة، انكر إن في أي علاقة بيني وبينك، اكتب تكذيب في الجرايد. مش ممكن، مش ممكن يا منى. عشان خاطري يا أحمد. طرش. وحياتي عندك، وحياتي. لحد امتى هتفضلي تضحي علشاني؟ لاخر يوم في عمري. الو منى، ازاي دلوقتي يا منى؟ الحمد لله. عايز اجي اطمن عليكي. ليه بس؟ ما الحكايه هديت خلاص؟ لا يا احمد، لازم نيجي على نفسنا شويه ونصبر لغايه الحكايه ما تتنسي خالص. اطمن يا حبيبي، انا كويس قوي. لكن انا تعبان قوي يا منى. حكايه التكذيب دي سببت لي ازمه نفسيه. حاسس ان انا صغير، ضئيل، اتصرفت بندالة. احمد، ما تفكرش في الحكاية دي، انا اللي طلبت منك تعمل كده. معلش يا حبيبي، عشان خاطري لازم نصبر كمان شوية. مش قادر يا منى، مش قادر. اقولك ايه؟ حاضر، بس خدي بالك من نفسك وحياتي. مع السلامة. اتفضل. يعني حضرتك عارفان؟ ايوه. انا كمان عارفك كويس، والناس كلها عارفتك. انا انت واحده ما عندكيش قلب ولا ضمير. انت هتقضي على مستقبل عيله بحالها. بابا مرشح يبقى رئيس مجلس اداره. واختي منى خطوبتها الاسبوع الجاي. وانا كل زملائي في الجامعه عاملين طريقتهم. يا ابني حرام عليك، ده انا عمري ما فكرت اضركم، بالعكس ده انا. باختصار انا مش جاي اترجاكي، انا جاي اطلب منك تبعدي عنا، ومستعد ادفع اللي تطلبيه. عايزه كام؟ ما تتكلمي، عايزه كام؟ عادل، ايه اللي جابك هنا؟ اظن حضرتك عارف كويس أنا جاي هنا ليه؟ لو سمحتي سيبيني دقيقتين لوحدي.
عادل اسمعني كويس يا ابني، انت جيت بدري عن الميعاد اللي كنت محدده، يا ريتك كنت اتأخرت شوية لحد ما تكبر وتتخرج من الجامعة عشان تقدر تفهمني وتقدر موقفي. أنا مش عيل صغير، أنا فاهم كويس قوي. اسمعني يا ابني، الست دي اللي انت جاي تساومها علشان تخرج من حياتي كان ممكن في يوم من الأيام تبقى أمك لولا الظروف اللي فرقتنا في آخر لحظة. الست دي اللي انت جاي تقول لها عايزة كام، مش عايزة حاجة أبدا. الست دي بتدي وما بتاخدش حاجة أبدا، ادتني حياتها كلها وما خدتش غير ساعات من حياتي، ضحت يا ابني بكل حاجة عشان تحافظ عليكم وتحفظ لكم سعادتكم. شيء طبيعي جدا انك تدافع عنها. يا ابني انا مهما دافعت عنها مش هقدر ابدا اوفيها حقها. يا عادل الست دي لو ما كانتش نبيلة كان في ايديها تهدم حياتكم وتشردكم. يعني حضرتك بقى عايزنا تشكر لها؟ لا ابدا يا ابني، انا عايزك تقدر وتفهمني. ما اقدرش افهم ابدا دفاعك عن واحده ست غير شريفه. الست دي مراتي، فاهم؟ مراتي وهتفضل مراتي لحد ما اموت. اطلع بره، اخرج اخرج بره، اطلع اخرج بره اخرج بره. حرام عليك، هو ذنبه ايه؟ اطلع بره. هو ذنبه ايه؟ اخرج بره اخرج بره. احمد مالك؟ انت تعبان؟ لا انا بقيت كويس. اجيب لك كوباية مية. الحمد لله. ليه عملت كده يا احمد؟ ليه قلت العادي؟ عشان هعلن جوازنا. لا يا احمد اوعى تعمل كده. اعمل ايه اكتر من اللي انا عملته؟ بلاش تهد كل اللي بنينا في لحظه غضب. قوم يا احمد قوم، روح الحق عادل قبل ما يتكلم. خليه يتكلم. احمد البيت ده لو جرى له حاجه انا هبقى اتعس انسانه في الدنيا. اذا كنت عايز تريحني قوم الحق عادل، قوم. حاضر يا منى. أحمد أيوة، خلي بالك من نفسك وابقى طمني. حاضر أجيلك الصبح زي العادة. Thank you.
احمد بيه، تعال شوف في ايه. احمد بيه، احمد بيه، الله، احمد بيه، يا حول الله يا رب. مش عليك، الحالة خطيرة جدا. عنده يا دكتور؟ ذبحة صدرية حادة. رايح فين يا عادل؟ اشوف بابا. ممنوع يا عادل. لازم اشوف. سامحني يا بابا. عادل، خلي بالك يا ابني من منى الصغيرة، من منى الكبيرة. لا يا بابا أبدا، أنت هتخف وهتعيش، هتعيش لنا وهتخلي بالك مننا كلنا، من منى الكبيرة ومنى الصغيرة.